أكيد كلامنا في الكورة لسه متواصل، وكمان هنتكلم أكيد عن المنتخب وكأس أمم أفريقيا وعن النادي الأهلي واستعداداته القارية. ضيفنا العزيز جدا الأستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. أهلا أهلا. نورنا يا فندم، أهلا بحضرتك. الله يخلي حضرتك. طيب خلينا نبتدي بفيتوريا، وطبعا هو حديث الساعة يعني، وبعد مرور سنة ونص من وجوده معانا في المنتخب تمت إقالته بالأمس. لو تلخص لنا مشكورا رؤيتك للسنة ونص انتهاء بقرار الإقالة ورأيك فيه برضو ايه؟ منين يودي على فين؟ ايه رأيك بقى؟ لا هو في صدمة، في صدمة في الشارع الرياضي، في صدمة في حتى عندنا احنا صدمة من المشهد، والبداية حاجة والنهاية حاجة تانية. يعني انت بتيجي من كل المباريات اللي اتلعبت مثلا 18 مباراة ودية على الرسمية، تجد ملامح في مباراتين ثلاثة. مباراة بلجيكا في الكويت لعبناها في أجواء مختلفة، مباراة الجزائر طبعا اللي لعبناها في الإمارات، مباراة تونس اللي خسرناها 3-1 ما عرفناش نعمل حاجة، خسرناها هنا في القاهرة 3-1 وجود يعني الفريق كامل، مباراة زامبيا. بعد كده كل المواجهات المختلفة كلها مع فرقة تصنيف ثالث رابع، لكن المباريات التدريبية أنا بسميها تبقى فرصة، أنت عاوز تطبق جملة، عاوز تحفظ اللعيب اللعيبة بتاعتك حاجة. لما جيت بقى دخلت بقى في معمعة الأمم الأفريقية، ما تجيش بقى تقول لي أصل درجة الحرارة و تصريحات غريبة جدا الحقيقة، أنت مش عايز في القارة السمراء يعني. صحيح. مع كامل احترامي كان لي رأي في هذا الرجل منذ البداية، وقلته علانية على أحد القنوات الكبيرة، وقلت يا جماعة عندما طلب مني تقييمه منحته صفر. يا صفر. منحته صفر في تقييمي لي. ليه؟ لم أشعر بجملة فنية واحدة. مش حاسس إن صفر كتير؟ لا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ لا حرام. لا مش الدرجة. لا. بامانه شديده بنتكلم على شخص وبنتكلم على الانجازات. لا بامانه شديده وبمنطقيه وبدون اي حاجه، لابد ان اشعر للمدرب باصابع وانامل داخل الفريق وفي ارض الملعب، يعني احس ان المدرب يعني في حاجه المدرب عملها، عارف لو حرك لاعب من مكان لمكان، لو خلى واحد عمل حاجه، عمل جمله صغيره، هقول الراجل ده لا عنده حاجه. ده احنا في بعض الاحيان كنا بندور على تعبير وش بس هو ليه وهو ما انا بقول لحضرتك بس متضايق مش مستعجل يعني. انا بقول لحضرتك ماشي يعني بامانه شديده الاختيار من الاول والضجه ورد الفعل الكبير جدا الناس خدتها في اطار انه مثلا كان الراجل ده الاهلي بفوضه، فاحنا مع الاهلي ما رضيش يروح الاهلي فجالنا احنا. ماشي اوكي، هو ده الانتصار؟ مش ده الانتصار، ده كان بدايه الخيبه. لانك انت لما تيجي تختار مدرب انا يعني استاذ كريم انا كرهت كلمه اسمها كلمه مشروع، كل واحد يقول لك انا جايب ايه المشروع، ما احنا ما عارفين عاوزين تفاصيل المشروع، ما حدش راضي يقول لنا هو هيبقى نتيجته ايه وعامل ايه وقايم على ايه الدعائم بتاعته والحدوته كلها. الموضوع اكبر من ازمه الخروج من دور 16 في امم افريقيا، كره القدم المصريه في ازمه حقيقيه، وازمه على مستوى الكواليتي، كواليتي اللعيبه، مستوى الفكر. فكر مين بقى؟ فكر الاداره؟ لا الاداره والنواحي الفنيه، الاداء اللعيبه في الملعب، بص على الادارات الفنيه المختلفه، بص انت فين المدرب الوطني بتاعك؟ يعني ايه اديك ورقه وقلم واحنا قاعدين عندنا على الهواء، سمي لي اربع خمس مدربين في الدوري المصري وطنيين وعاملين شغل وعملوا حاجه انت شايفها في حاله انبهار. علينا ان نتوقف الان ومن الامس عن النفخ ومنح ناس حاجات اكبر من حجمها، اسطوره الاساطير ونجم النجوم عشان بشات شوطه، عشان جاب هدف، عشان عمل تمريره، فين المشهد؟ فين هات لي لاعب في الدوري المصري قيمه قول لي لعب خمس مواسم ورا بعض، طيب خليهم اربعه، طب خليهم موسم واحد، طب هات لي نص موسم، الله 18 مباراه لعب بنفس المستوى وكان على نفس الدرجه في نفس الاداء، هتلقى فين؟ الاداء ايه؟ هتجد مش بالصوره الكامله. ليه؟ احنا توجهنا تركنا الاتهام ده كده بيطال الانديه. لا انا بكلمها، انا بكلمك بصفة عامة، في كله بس بقى. بكلمك على صفة عامة. استاذ محمود بقى هيفتح ملفات. لا لا مش انا مساله هجيبنا فيتوريا، شيل فيتوريا، هو مين اللي بيشغل فيتوريا في الملعب؟ اللعيبه. لما يبقى عندك تيم، وذلك احنا قلنا ايه؟ جنوب افريقيا احدى مفاجات البطوله بسبب ايه؟ بسبب تجربه قديمه، سبع ثمان لعيبه من صن داونز معاهم اثنين لعيبه من الانديه الثانيه، تيم شغال مع بعضه، فتجد فيه تطور في الاداء.
اسبانيا خدت كاس العالم وخدت اوروبا في 2010 وكسرت الدنيا، 8 9 لعيبه من فريق برشلونه دفع عليهم 2 3 من هنا. سيطرنا على افريقيا 7-8 لعبه من النادي الاهلي، كان متسيد دوري ابطال افريقيا، خدنا 2006 خدنا 2008 خدنا 2010. دي اجيال مش هتتكرر تاني. لما تيجي تبص على المشهد الحالي اللي انت شايفه على عيني وراسي، هات لي مدرب ياخد 200,000 دولار و300,000 دولار، بس ده حرام. لما بص على سباستيان دي سابر المدرب بتاع الكونغو بياخد 18,000 دولار. لما بص على مدرب فريق كاب فيردي اللي وصل لربع النهائي بيقول لك بياخد 4500 دولار، مش عارف ولا 10,000 دولار. لكن انت نظرت للجانب وسبت الاساس، الاساس فين؟ اللعيبه. بص على اللعيبه، بص كمان على اختياراتك للعيبه، ايه هو الهدف؟ لما الفريق رايح، منتخب مصر رايح ما فيهوش لاعب ناشئ 18 19 سنه، يعني في الدوري ده كله ما فيش حد لفت نظرك؟ ما فيش حد يعني للدرجه كل المنتخبات. احنا بنقول على الناشئ من سن 23 19 18 لا ناشئ مش من 23 لا ده من 25 26. فاللي انا عاوز اقوله لك كريم، احنا محتاجين سنهوان المساله يتقعد لها. بقى لنا 14 سنة مش عارفين نقعد. أنا مش بكلم ولا مش عارفين نقعد. ولا ذلك بص على السنغال، بص على السنغال عندك أهو. سيطرة على كل بطولات الكان. ناشئين، شباب، كرة شاطئية، سيدات. مشروع. في هدف. فعلا. صح. في حاجة معمولة، في شغل، في حد بيشتغل لصالح البلد. في واحد عنده قضيته إن أنا عاوز أنجح. ماشي يا سيدي هتاخد اللي أنت عايزه، بس إديني حاجة بتقول إنك أنت بتنجح. اديني حاجه البلد تستحق انها تكون احسن من كده. يعني ايه خد اللي انت عايزه؟ لا خد اللي انت عايزه يعني المصلحه مثلا من يعني خد المصلحه. انا ما بقولكش ما تاخدش المصلحه، بس اديني حاجه تقول انك انت بتخدم حاجه. لما تيجي انت تبص دلوقتي الناس خدت كلام كارلوس كروش لما جه في التجربه بتاعته وعدى كده ماشي، لما قال لك ده مش عارفين يباصوا وده مش عارفين يمروا، ده كارثه. اتهام خطير. لما طلع كمان اتهام خطير للبنيه التحتيه والشغل اللي تحت يعني. على فكره يعني ده دليل على انه اللي تحت ما بيعلموش. انت محتاج ناس تعلم، مش محتاج ان انا كل حاجه بطوله في قطاعات الناشئين. يعني احنا ما نقدرش نغلط اللي ياخد الانطباع بان بقاء الحال المايل على ما هو عليه هو في مصلحه اشخاص بعينهم او جهات بعينها. سيبقى الوضع كما انت لما سيطرت وركبت في الكره في افريقيا كان نجاحك جاي من فين؟ من بطوله مسابقه دوري قويه جدا، مدرجات ممتلئه على الاخر وروح تنافسيه رهيبه، وسبق قطاعات ناشئين كبيره جدا تحته فيها شغل، بدليل عرفت تاخد بطولة افريقيا للشباب، بطولة افريقيا للناشئين. بص وطلع عندك مجموعة مدربين وصلوا لغاية ما وصلوا معاك. انت النهاردة تعال امسك لي ورقة وقلم زنب ورقة بعدها لك تاني وقول لي تعال بص على مسابقات الناشئين وحلها على مستوى الجمهور تقييمك ايه؟ مين اللي بيعلم؟ يعني الناشئ بيلعب 12 و14 سنة اقول له عاوز بطولة؟ انا مش عاوز بطولة، انا عاوز حد يعلمه يطلع يتم التأسيس يعني اساسيات الكورة ازاي مرر ازاي باص. اللعب كوره هو تسليم وتسلم وتحرك، زي ما انت ما اقول لك دلوقتي كل حد بطل كوره عاوز يبقى مدرب، طب قول له تعالى اعمل لي وحده تدريبيه كده. اعمل لي وحده تدريبيه كامله لو سمحت وريني ايه هو الهدف؟ هل هدف تحولت ان هي سبوبه اكاديميات من اجل استنزاف اولياء الامور والاسر؟ لا مش شرط الاكاديميات من اجل استنزاف يعني مهلاش مش 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 قسوه دي برضو يا استاذ محمود. لا مش قسوه، لا الاكاديميات موجوده في العالم كله، في اكاديميه برشلونه وريال مدريد ومانشستر يعني. خدي بقى اللي عملته ايه تجربه المانيا وقولي عملت 12 الدوله عملت 12,000 اكاديميه على مستوى عشان يطلع المنتخب اللي غلب البرازيل 7. ما هي بتبقى مشروع دوله في الاول وفي الاخر يعني المنتخب يعني ده لازم يكون مشروع. حضرتك انت ايه لازم اللي هيلعب كوره مش هيدفع، انت بتدوري على الموهبه في العمر الصغير طبيعي انه يدفع ما فيهاش حاجه وبعدين ممكن ينضم. يدفع في حاله واحده لما انا بصي في اوروبا لما بيكتشفوكي ويعملوا لك الاختبارات، شوف القياس الاختبارات بره بيبقى عامل ازاي وانت هنا. انت اختبارات روح اختبارات الانديه كده في الصيف وشوف الوضع عامل ازاي هناك. الاختبارات بياخد الاول بشوف الولد عنده اساسيات اللعب ولا لا المهاري، مش هنزله في تقسيمه واقعد اتفرج الناحيه الثانيه واقول لك ده فلان نجح فلان صايت. لا لو لخصت كل النقاط دي في صوره انجاز التعبير يعني روشتة اصلاحيه اهم بنودها ايه؟ القاعده لابد من الاهتمام بالقاعده وتوسيع المنافسه وخلي سن التنافس في سن اكبر من ان ادور للاش انا عاوز اختيار المدربين. يعني هم عملوا قرار النهارده لك هنختار اثنين نصفرهم بره، الكلام ده اتاخر من 10 15 سنه. كان لازم يبقى عندك قايمه وعلى ذلك وجود مدير فني للاتحاد وكان عندك على الاقل اربع خمس ست مدربين انت اخترتهم
وسفرتهم بره واخترت احط اساس اختيار الناس ده عامل ايه؟ بعيد عن المجامله يا اخي. نفسي بعيد عن المجامله. حد كويس عنده فكر، عنده شخصيه، عنده وجود لغه، اتفضل هنطلعك بره ترجع للبلد. ترجع هنوديك في الحته الفلانيه، هنسكنك في الحته الفلانيه، عاوزين نعمل عندنا هدف. لما اطلع انا اربي دلوقتي كادر واربي مدرب، يبقى النتيجه هيطلع ايه؟ لما يبقى عندي مدرس شاطر هيطلع لي تلميذ شاطر. لكن انا عندي دلوقتي مدرس على قده وفي والفصل هايج مش حدش عارف يسيطر عليه، مدرس ما عندوش شخصيه ومش هقدر يملك، وكل هدفه انه يعمل دروس خصوصيه. ها؟ في فرق. فانا لما يكون هدفي كل هدفي ان انا اركز، عاوز اعمل حاجه، اعمل حاجه لمين؟ للبلد اللي برضه بتديني مقابل وبتديني كل حاجه. مين اللي حضرتك بتقصده بده؟ مين اللي هو؟ مش بقصد حد، انا بتكلم مش بصفه عامه. مش بتكلمش على شخص، بتكلم على جهه. الجهه بتكلم على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره اللي هو قائم على المنظومه كلها. اتحاد الكوره مكرر لنفس الامور على مدار اسماء ويعني. ما انا بقول لحضرتك جينا في فتره حصلت عندنا طفره عشان كان في ناس بتحب البلد. بتتكلم بقى على ايام 2010. ايام بقى ايه بقى؟ ايام الله يرحمه سمير زاهر، كان في ناس فاهمه يعني، في يعني بتوع اللعبه زي ما بيقولوا. اللي انا عاوز اقوله خلاص مشينا يا عم فيتوري وعين. انت هتكررها؟ انا خلاص مشيت كيروش، عملت ايه؟ انا خلاص مشينا فيتوري بعد ما مشي كيروش. ايه الخطوه؟ ما هو ده السؤال، ماذا بعد؟ طب تعرف كيروش عمل حاجه؟ عمل ايه؟ اهو على قد على قد. انا برضو بص رغم بقناعاتي بيه كمدرب قليله يعني، يعني ايه؟ احنا عندنا اتجاه غريب جدا، رحنا للبرتغاليين وسلمنا لهم الامر. يا جماعه البرتغاليين نجحوا معدودين على الايد. بس كيروش يعني معلش كان صوره عنهم مانويل جوزيه برضه يا استاذ محمود. بس اللي ادى صوره عنهم مانويل جوزيه. ها؟ طب خلاص اتعمل له اللي ما اتعملش. وهو قدم ما نقدرش ما ننكرش، لكن اتعمل اللي ما اتعملش. بعد كده يمكن الصوره على فيريرا، بعد كده النتائج مجمله ما فيش. لكن رغم كيروش ده انه يعني بس، لكن عمل ايه؟ اكتشف محمد عبد المنعم. ما لسه كنت عايز اقول لك، انا بقول لك في واحد برضو ايه طلع لك اتنين تلاته انت مش واخد بالك منهم، وصلك لنهائيات. حتى وصلت يعني لو اعتبرنا ان دي حسنه. انا بقول لك اهو، هل الحسنه دي لوحدها كافيه؟ الراجل ده ما عملش ولا انا جاي لك. بس هل الحسنه الوحيده في راي البعض هي حسنه وحيده؟ حسنه وحيده. لكن هل الحسنه الوحيده دي كافيه؟ لان بقينا نسمع في الكام يوم اللي فاتوا ناس بتطالب بعوده كيروش مره ثانيه. لا لا لا، ده عاوز اقول لك على حاجه. ده دليل انك انت ما عندكش اللي بيطالب بالكلام ده والعوده. لو عارف كروش دلوقتي هيقول لك ايه؟ لو انت جيت قلت له تعالى درب، ممكن انا هاخد زي ما كان الراجل بياخد، هياخد اقل طبعا. هو راجل استاذ منطقي جدا على فكره. يعني هو كان بياخد 90,000 دولار مثلا. انت النهارده الناس اتصدمت من الرقم. هو معلش الرقم ده مش مبالغ فيه بشكل كبير جدا. لا جديد. انا على فكره ليه كنتش عارف ياخد رقم زي ده. لا انا كنت يعني كل الكلام كان 200، ده طالع 240. 240,000 يورو. والراجل اتخض في البطوله، ما عرفش يسيطر يعني. اول ما جه فيه جول والتاني عرق وكلم اللي جنبه قال لك ال 240 هيطيروا. لا مش سابك من 240 هيطيروا، مش فارقه معاه هو 240. لكن انا بتكلم على ايه؟ على المجمل انه الناس كلها قاعده. على فكره كلنا حاسبين حسبتنا، هنكسب يا عم موزمبيق. ها؟ ونتعادل مع غانا ونعدي كف فردي. ايه كف فردي دي في الكوره؟ الصدمة كانت كبيرة. ليه؟ خلاص لم يعد هناك صغير ولا كبير، خلاص كله اشتغل على نفسه، كله اتطور. شوفي حجم الروح والحماس الموجودة عند ما هي دي النقطة. لا 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 لا. العالم اللي حواليك وكمان افريقيا بيشتغلوا بشكل كبير وانت محلك سر. لو قعدنا ونهوان وحضرتك وجبنا ان نتكلم، محتاجين حاجات كتير نتكلم. لكن اقول لك ايه؟ لازم بامانه، لازم في حاله فوقان. ما ينفعش يعني، مش هينفع تكمل بالمنظر ده. طيب انا عندي سؤال. معلش، وانا وكريم سالنا السؤال ده كتير ومحدش جاوبنا اجابه صريحه. ليه ما بيكونش في محاسبه لاتحاد الكوره وفي نفس الوقت يكون في محاسبه لهذا المدير الفني اللي بيجي وبعد لما كمان بيعمل فينا اللي بيحصل ده؟ بياخد فلوس ويمشي. يعني هو بياخد فلوس يعني حتى التعاقد نفسه يعني ما فيش في العقد بند، في عوار. مين اللي بيعمل العقود؟ والله المبدا نفسه، الفكره نفسها. مش عاوز اقول لك ايه، ربما خضعنا لمرحله يعني حد قبل بحالنا فانت بتسلم. يعني ايه له حد قبل بحالنا؟ لا لا انا بكلم، انا بشرح لك المنطق اللي للاسف انت للاسف لا المشهد خيئة اللي انت شايفاه. مساله المحاسبه، وزاره متمثله في وزاره الرياضه دورها بيبقى عامل ازاي؟
لا الوزاره مالهاش دعوه، لا لا وزاره الرياضه لا دورها رقابي، لا لازم يبقى لها دعوه، دور لا لها دعوه زي ما لها بتابع بالاختيارات، ملوش دعوه بالكلام، مش بتكلم على الاختيارات، انا بتكلم على الرقابه والمتابعه، بتبعت لجنه اديني يا عم انت عملت ايه، طب بس خلاص. ما فيش اي ما أنا حاجه، انا بكلمك اهو، انت صرفت كام على الراجل ده، خلاص احنا واحد فني هو ملوش دعوه بيها، لا اقول لك اخترته زي ولا اخترته ولا هتدخل لك في قرار. طب ما لو 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 الاتحاد مش بيستخدم سياسه الثواب والعقاب مع المخطئ او مع المجيد من ناحيه، ومن ناحيه تانية ما فيش جهه تانية بتتعامل بنفس المبدا الثواب والعقاب مع الاتحاد نفسه، طب ما اللي احنا فيه ده نتيجه طبيعيه. ما هو ما هو كريم الثواب والعقاب في تم في مساله ايه؟ في مساله فضل العلاقه واقاله الراجل وخلاص الراجل يتم تصفيته، مزعلكم يلا هو خلاص مع سلامة. طب طيب هقول لحضرتك على حاجه، طب خد انت شفت التقرير بتاعه كاتب فيه ايه؟ التصريحات بتاعته قريته ولا ما خدتش؟ قصدك على التقرير ولا التصريحات؟ لا والتقرير كاتب فيه ايه؟ طب لا احنا نرجع له بقى، في التقرير قال لك درجه الحراره، ما دي تصريحات الجزء الاولاني، قال لك حازم امام فرض عليا ناس، سمعت دي؟ لا انا هقول لك على حاجه يا استاذ، سمعت لا لا سمعت دي وانا سمعتها، لا دي انا ما سمعتهاش، هو قال الكلام ده. طب عاوزين نساله سؤال، ليه طالع تقول الكلام ده دلوقتي؟ يعني انت ليه ارتضيت بالامر لو كان فعلا حازم امام جه الراجل قال لك خد فلان وعلان؟ يعني انا يعني امر في غايه الخطوره وامر بامانه شديده يستوجب على حازم انه يطلع يرد عليه، لانه ليه؟ لانك انت لو كان حصل الكلام ده عاوزين نعرف مين؟ ما احنا عاوز برضه كل لما انت تقول الكلام ده وتقعد تقول في الغرف المغلقه وعاوز تبرر الكلام ده، لا ده انت كده بتحط طبعا. لا يبقى العمليه فيها حسابات اخرى وامور في منتهى الخطوره، لكن انت قول ان انا فشلت، اطلع اعترف بدل ما تقول الاصابات وتقول لا. طب مين اختار الناس؟ طب مين اللي جاب اللعيبه دي؟ يبقى احنا نطلع فاصل ونقعد في الفاصل ده نقلب الموضوع في دماغنا ونرجع نكمل الكلام. تعال ماشي حلو كده؟ يلا طيب اتفضل. مرحبا بحضراتكم، ده خلاص الفاصل الاخير، كلامنا لسه مستمر مع ضيفنا العزيز جدا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي، ونقطه اعتقد كل البرامج الرياضيه والنقاد الرياضيين والصحف الرياضيه اتكلمت عنها ولسه هتتكلم عنها على فكره، ما يعني محدش يفتكر ان الكلام عن المنتخب وما حدث مع منتخب مصر كده خلاص خلص وتعالوا بقى نبص لقدام ونشوف اللي جاي، لا معلش هنا هنقف شويتين ثلاثه، مش هنبص بس لقدام لان اللي قدام ده مرتبط باللي احنا فيه دلوقتي وباللي حصل في الماضي، فهي لازم تحلها ولازم تفهم ايه اللي بيحصل عشان تقول هبص لقدام، مش هعرف ابص لقدام دلوقتي معلش مع كل احترامي. فعايزه بقى واحنا في الفاصل قعدت كده ايه طلعت انا عامل دراستي برضو، بص بقى الجميل ان انت تعالى تشوف تصريحات فيتوريا قبل البطوله وتصريحات فيتوريا بعد البطوله. اولا مثلا من الحاجات المثيره جدا اللي عجبتني قال لك احنا عندنا القدره مع السكواد الموجود يعني مع اللعيبه الموجوده ان احنا نفوز بامم افريقيا، ده كان قبل. بعد قال لك ايه؟ لا ما اصل احنا امكانياتنا يعني مش الافضل ودرجه الحراره ومفروض عليا ناس زي ما حضرتك قلت وغيره 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 من الحجج. يعني انا عارف انا لما اخسر يعني انا لو مكانه لو خسرت هقفل بقي مش هدي حجج، انا ما كنتش كويس خلاص. الاعتراف بيدي برضو احترام، لكن ان انا اقعد ابرر بامور ليس لها علاقه بالمنطق سيئه جدا، خصوصا ان انت كنت واثق قوي من نفسك ومن المنتخب ومن السكواد ومن خطتك ومن دراستك للفريق والفرق المنافسه للمنتخبات المنافسه، صح ولا غلط؟ ده كله ما ظهرش، مفيش اي حاجه ظهرت. عارف الصدمه كانت فين؟ يعني انا في بدايه الكلام اللي احنا قلناه، اولا انا بطالب حازم امام لازم يرد على التسريبات اللي طلعت دي بشان الكلام اللي قاله الراجل هو ده. تسريب ولا تصريح؟ لا تسريب طلع انه لو كان الكلام ده فعلا لا الراجل لازم حازم يطلع يقول لك الكلام ده ما حصلش، لان انا ما اعتقدش فعلا ان حازم يقدر يفرض حد او يتدخل في حاجه زي كده لانه عارف ان العينين مفتحه ومش حد صريح. طبعا يعني اتهام صريح في مرحله مدرب عاوز يداري فشله فيرمي بقى درجه الحراره، ده كده بقى اللي عملوا كده بطولات في افريقيا دول ابطال على فكره، مش المسائل مش سهله وقدر نحكي انه فعلا هي بطولات بتيجي بالعرق وبالدم وبالاخلاص. مش فاهم يعني يبقى في حاجه اسمها اصل انا بكسب في الجو الخريفي. لا لا نعمل له تكييف في كل ملعب، يعني لو راح تكييف برضه مش هيلعب كوره، لكن انا عاوز اقوله لك انه فعلا الصدمه والناس لدرجه الناس كلها قاعده فعلا يعني انت منتظر حاجه يقولها المنتخب. الشوط يمكن اللي اتلعب في ماتش غانا ده دافع اللعيبه وروحهم بعد وحدهم. المشهد اللي انت طبعا. شفته وعاوز اقول لك على حاجه، لعبت واستفدت من الاخطاء بتاعت المنافس، يعني انت ما جبتش جول واو ولا كسرت الدنيا طبعا. هل ينفع يجوز منتخب مصر بعد التاريخ ده كله؟ لا ما عرفش يعمل جمله واحده في المباراه يا كريم، صحيح ما تعرفش يعني عاوز اقول لك ايه، لا انت امتلكت الناس كلها بعد كده قالت لك ياه
ده احنا احترمنا كيروش فعلا، ده الراجل عرف امكانياتنا ايه ولعب عليها ووصلنا للنهايه. لا قفل ولعب بطريقته، وكانت زي الناس كوبر. مش راضيه برضه وقتها حاجه، وكوبر ودانا كاس عالم ولعبنا فاينل في 17 وخسرنا النهائي في 10 دقائق قدام الكاميرا. خلاص كيروش وصلنا الفاينل لكن لم يستفيد مما حدث له في الفاينل، فخسر بطاقه التاهل للمونديال 2022. يعني انت خسرتها بضربات الجزاء ولعبت مع السنغال مباراه كبيره لم تستفيد منها، ما قدرتش تحسب في القاهره، فتم تاجيل الحسم الى دكار، وهناك في دكار لعبت ضربات جزاء وكان حصل عندك دروب غريب جدا في ضربات الجزاء والنجوم ضيعوا، وهي دي الكوره. فلكن عاوز اقول لك ايه، هل انت بعد ما حصل ده كله او حتى بعد ما حصل اخفاق في المونديال بتاع 2018 وتزينا المركز قبل الاخير قبل بنما وقامت الدنيا وما عادتش، هل اخذنا خطوات؟ لا. يعني عاوز اقول لك ايه، هل تغير المشهد؟ يعني الان يتم النفخ في مدرب المنتخب الاولمبي ميكالي. طب استنوا يا جماعه، يعني ايه استنوا نصبر قليلا، سرعه الحكم دي بشعه، هيلعب في باريس، دي نزعه موجوده عندنا كمصريين. احنا من قديم سرعه في الحكم على الاخر، حد يعمل لنا حاجه حلوه نشيله على كتافنا واسم الله عليه اسم الله عليه. نفس الشخص لو خذلنا مين اللي جابه، مين المغفل اللي اتعاقد معاه وحاجات زي كده. بالمناسبه من ضمن القرارات اللي اتخذت بعد اجتماع الامس اتحاد الكوره، ان طبعا تم تكليف الكابتن محمد يوسف بشكل مؤقت، ودي الحته اللي عايز اقف بقى مع حضرتك عندها، لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي. تعالى بقى قال لك صريحه كده، قال لك صريحه اجنبي، تمام. ده على حد علمي لو انا مش غلطان. ايه بقى فاتحين ايه بقى الوضع يا استاذ محمود؟ هقول لك على حاجه، الجماعه ناويين على حاجه، الكابتن محمد يوسف اتعرض على الراجل ده انه اشتغل معاه، ما رضيش، شاف السي في بتاعه قال له لا، ده راجل عامل تاريخ، واخد دوري ابطال افريقيا ومع الاهلي واخد دوري وكذا كذا، ده انا عاوز حد قال ايه صغير اعلمه. يا سلام يا مدرسه، ايوه الله نعلم، يا سلام إيه؟ يا مدرسه العلم والعلماء، يا ترعه المفهوميه، يا ترعه المفهوميه يا فيلسوف، عاوز حد صغير اعلمه. ماشي خلاص الناس ما استفيد بخبره الراجل، اعلم مين؟ انا في تجربه، ما انا بكلمك اجيب حد اعلمه على اعتبار ان هو معلم، حتى لو معلم. انا دلوقتي محتاج كل الامكانيات الكبيره، مش اعلم حد. ما انا بقول لحضرتك قعدنا ندور على المعلم لانه عاوز يتعلم. احنا بنقول حكم النهارده، انا بكلمك واشعار، شيء من الاشعار. الامور بامانه، الامور اذا ما يعني انا قبل كده يعني قلت هنا مع حضرتك ومعاك قبل كده، قلت يا جماعه انت ممكن لما تبقى تتولى موضوع المسؤوليه لو عملت خطوه وخطوتين، يعني لو عملت حاجتين الناس يعني عملوا للناس نقله او حسوا ان هم عملوا حاجه، هقدر اقول لك ايه الراجل ده نجح في الفتره اللي هو تولى فيه في امل كده. يعني قلنا قبل كده نفسنا اتحاد الكوره يعمل ايه؟ يعمل مسابقه قويه جدا ويبقى عندنا تحكيم جيد جدا ويعمل نقله للحكام بشكل او نطلع جيل جديد من التحكيم وبتاع والكلام. طب ما عملناش دي، نعمل قطاعات ناشئين ونفتح وندور ونطلع مدربين ونشوف ونبعث ونجيب ناس تدرسنا هنا. يعني عاوز اقول لك احنا نستحق كده، نستحق احسن من ناس كتير، اقسم بالله احسن من ناس كتير، ونروح في حته تانية. وعلى فكره احنا ربنا ادانا حاجه جوانا، احنا الوحيدين نقدر نتعامل مع افريقيا، لان افريقيا دي بلدنا، القاره السمراء دي ملعبنا، ودي وجهتنا، ودي البوابه بتاعتنا لاي حته انت رايحها. فانت الوحيد مع كامل احترامي كل الاشقاء العرب اللي تستطيع انك تتعامل، ولك في كل مكان يد، ولك في كل مكان تواجد، هي مصر. وايه بايه احنا يا جماعه مش عاوز اقول ان احنا علمنا الناس الكوره والحدوته كلها، فيجي النهارده ما خرب حنا لنا تاريخ، بس عاوز يجي دلوقتي منظري قدام الكونغو. الكونغو طبعا الكونغو دي لها تاريخ معانا. طب انت شفت تصريح الركراكي لما قال لك مصر فنيا مستواها في هذه البطوله زي الكونغو اللي حضرتك متضايق ان هي يعني فازت علينا؟ انا مش بقلل من الكونغو، بقول لك زي الكونغو. انا بقول لحضرتك ان انت انا ماليش دعوه بالركراكي، الركراكي الركراكي خلاص اهو بمستويات منتخبات اقل منك بكتير. ما انا بقول لك انت اذا وانت ديكي اهو قاعده بتتفرج وبتشوف ماتش الكونغو معاكي، ده شفت المنظر بتاعك؟ شفت انت؟ شفت السرعه وشفت الهجمات وشفت الجمل التكتيكيه، شفت اللعيبه، شفت لا انا عاوز اقول عندهم هم شفت طبعا شفت الشخصيه، شفت لكن
مش عاوز اتكلم هنفند فنيا وبدنيا. انا بقول للناس بتطلع تتكلم يا جماعه ما تعملش خاطر وحساب لحد على حساب مصلحه بلدك. يعني ما تقعدش تجامل، قول الحقيقه، لانه الجمهور شايف الحقيقه. مش انت مش لن تستطيع ان تضحك على الجمهور. جمهور الكوره على فكره احنا عندنا 110 مليون محلل وخبير، ومش غلط يستطيعوا على فكره في كل حاجه، هم ما بيفهمين. على فكره الجمهور لما بيطلب حاجه مش بالضروره يتسمع له. يعني من ضمن الحاجات اللي برضو الاصوات اللي كانت بتتعالى اخر اسبوع، الاصوات اللي بتنادي بمجيء كابتن حسام حسن كمدير فني للمنتخب. خلاص اصل دي بغض النظر عن جدول الاختيار، انا بتكلم بس لا 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 شك انه ده مطلب لدى فئه، انه ليه ما يكونش مدرب وطني وندي فرصه لحسام حسن. حسام حسن في الدوري عمل يعني مع المصري وغيره عمل نتائج، لكن في حسابات تانية ما تعرفش. يعني يا ريت يجيبوا حسام حسن، عاوزين نشوف التجربه دي عشان نقول للناس بس هنعمل ايه. بس عارف يعني عايز اقول لك، يعني انت اديت لفلان ومنحت فرصه اعلان، ادي فرصه لحسام حسن. انا بكلمك اديني اهو، انا اسالك سؤال. يعني اللي تعرض له حسام البدري رغم انه جه في ظروف صعبه وجات كورونا وبتاع والدنيا واتعمل ما اتعملش فيه عشان يمشي خلاص، بعد كده اللي اتعامل مع ايهاب جلال كان شيء قاسي جدا برضه. حتى لو كان ايه في الحسابات وفي المعايير، جبنا المدرب طب ماشي مش هينفع معانا يا جماعه. هو الظاهر الناس اقترحت كابتن حسام بعيدا طبعا عن تاريخه وامكانياته وقدراته وكل حاجه، بس الظاهر من كتر ما احنا ما شفناش روح مع منتخبنا الفتره الاخيره، فاحنا عايزين نجيب لهم مدرب مشهور بالروح اصلا. ما انت بص على، بس انت بقيت بتدور على ايه؟ ما انا بكلمك اهو، بص على منتخب صاحب الارض كوت ديفوار. شوف بدايه قويه جدا ثم هبوط اضطراري وهزيمه من نيجيريا ثم خلاص هزيمه رباعيه على ملعبك 4-0 ثم خلاص انت على شفا ثم تعود للبطوله ثم تصل للسيمي فاينال وبقى عندك فرصه كبيره جدا انك تكسب الماتش اللي جاي. شوف حجم الروح والجمهور عامل شكله ازاي بحاله من الدفع المعنويه الكبيره جدا. لما يبقى عندك لعيبه تحولت فجاه من لعيبه منهزه ومكسوره الى لعيبه تحولت الى وحوش في ارض الملعب، فيها لا تجري في كل مكان، تعادلوا في الدقيقة 90 ويكسبوا في الدقيقة 121. يعني بص انت ايه لدرجة انه بتوع مالي جات له حالة ذهول رغم انه مالي هدرت ركلة جزاء وسجلت هدف وكانت الأفضل في المباراة، لكن ايه هي الكورة أعطت في للإصرار والتمسك ولعب الآخر. منتخب مصر ما زال هو على القمة متربع على عرش القارة السمراء، ولكن ليس بالتاريخ وحده تستطيع طبعا ان تكسب او ان تستمر. تستمد من التاريخ قوتك، تستمد من التاريخ نهضتك، تستمد من تاريخك يعني حدودك وانك انت تعلم اللي جاي. لكن الوضع على فكره اقول لك على حاجه لا لا حضرتك كمل، بس انا عايز اختم بحاجه لان الوقت خلاص بيقولوا لنا. التاريخ اللي احنا عمالين نتكلم بيه ده لو ما فيش فيه مستقبل وحاضر يسنده صدقني هيتنسي، وهيجي حد تاني يعمل تاريخ ويعدي. ما انا بقول لك التاريخ ده لا لا التاريخ ده بناه رجال، ما بناهوش هي لا بنوه رجال. فانا بقول لك انه المساله محتاجه بس للناس اللي بتدير حاليا لا يعملوا حاجه، لازم تغيروا الفكر وتطلعوا الناس قصاد. ما عندنا دلوقتي حاجه واحده بس، كاس العالم. نفسنا مره في حياتنا، انا بقول اهو نروح كاس العالم واحنا مرتاحين. بص بيقولها ازاي يا استاذ محمد؟ نفسنا مره لو سمحتوا، لو سمحتوا على قدر ما يعني ما البلد بتديكم وعلى قدر الناس ما بتحبكم، نفسهم يروحوا مره نهائيات كاس العالم واحنا قلنا خلصنا المشوار من بدري. نفسنا نروح نهائيات كاس العالم ونعمل زي ما عملت نيجيريا والكاميرون والسنغال. نفسنا نروح ما نلعبش على، يعني عاوز اقول لك ايه، نروح نلعب السنغال نيجيريا اللي كسبت والكاميرون اللي كسرت والسنغال اللي كسبت فرنسا في الافتتاح، انت تروح تعمل ايه؟ يعني اقول لك ايه؟ والله عليك كلام والله والله العظيم تعبت اقسم لك بالله. اول مره اشوف استاذ محمود. نورتنا وشرفتنا، انا سعيد اني كنت معاكم. يعني ربنا يخليك. نشكر حضراتكم على متابعتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي.